كان عمر رضي الله عنه يقرأ آية من كتاب الله تهده هدا، يعاد في البيت، يرجع إلى بيته مريض، لأنه كلام الرحمن. نعم. كلام الرحمن. أنت الآن لما يقال لك جاءك وعيد من ملك من ملوك الدنيا اليوم يهدد فيك، قال لك لو فعلت كذا ممكن 3 أيام لا تنام. هذا ملك السماء، هذا رب العالمين الذي بيده ملك نواصي الملوك كلها وبيده كل شيء خيرا، وبيده العقاب وبيده الثواب وبيده الجنة وبيده النار وبيده مصيرك وسعادتك وكل شيء. أحد السلف نعم تلا قول الله تعالى: اعملوا ما شئتم إنه بما تعملون بصير. يقول: والله لو كانت لنا قلوب واعية لكفتنا هذه الآية. صحيح. من الوعيد الذي يخلع القلوب: اعملوا ما شئتم إنه بما تعملون بصير. بالله تصور أحد الملوك الذي يستطيع أن يبطش. القذافي لما كان في ليبيا لو قال لي أحدنا اليوم: يا فلان دير اللي يعجبك راني نشوف فيك، خلاص حيستقيم على الجادة، ما عاش يخرج من نص القذافي، لأنه يعرف بيده القوة ويستطيع أن يضرب. رب العالمين يقول: سنفرغ لكم أيها الثقلان، الإنس والجن، يقول لكم يوم سنتفرغ لكم. هذا الوعيد يجب أن يخلع القلوب خلعا. قول الله تعالى نعم: أفتتخذونه، يخاطب الإنسان بالله. هذه انظر، هذه الآية أما تغرس في قلب الإنسان الحياة حتى لا يستطيع أن يرفع بصره إلى السماء، لما يقول على الشيطان: أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني وهم لكم عدو بئس للظالمين بدلا. يعني أنا يعني بدلي ني تأخذ الشيطان أولياء تتخذوه ولي. أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني وهم لكم عدو بئس للظالمين بدلا. هذه الآيات لو تأملها الإنسان لذاب من الحياة. الله المستعان. نعم صحيح. الله المستعان. عمر رضي الله عنه، أنا أريد أن عمر رضي الله عنه ذات يوم، انظر إلى حال الصحابة رضي الله عنهم في تعاملهم مع القرآن. عمر رضي الله عنه ذات يوم كان جالسا في مجلس ومعه كما يذكر العلماء أهل بدر، يعني كبار الصحابة الذين لهم السابقة والفضل. فدخل عليه أحد رؤساء القبائل الأجلاف هؤلاء الأعراب، فقال له: يا عمر، ما عدلت ولا يعني قسمت بيننا بكذا ولا فعلت كذا وأنت كذا أمام الناس هكذا. فهم به عمر، وهو عمر معروف يعني، هم به عمر. فقال له أحد الحاضرين: يا عمر خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين وإن هذا لمن الجاهلين. فيقول أحد الصحابة الذي جالس يقول: والله ما تجاوزها عمر. أنا أريد أن أقول للناس الذين يعني يشعرون بالغضب ويشعرون بكذا: ما كنت تحمل في جنباتك أنفة ولا غيرة ولا غضبا مثل عمر، والله لن تستطيع أن تصل. لكن التقي ملجم. عمر رضي الله عنه كان تلجمه الآيات وتوقفه الأحاديث وتوقفه النذر وتوقفه الأحاديث القوية والآيات التي لم يقال له هنا أمر الله يقف. نحن الآن نتلو ونحذر ونبين لمسلمين يشهدون أن لا إله إلا الله كأنها ليست له، الآيات هذه كأنها ليست لنا. نعم. يفجر الإنسان ويطغى في خصومته ويفسق ويعيد ويكرر ولا يبالي، ولا تخيفه الآيات ولا تخيفه النذر.